ما شاء الله البضاعة موجودة والزبائن موجودين والحركة تعود تدريجيا إن شاء الله. زين شلون الحركة؟ بعد تدريجيا إن شاء الله زينة تقريبا يعني بعد إن شاء الله. شوي شوي الحركة بعد ضعيفة إن شاء الله، أما الآن تعود نحن فتحنا إن شاء الله وصير حركة إن شاء الله. زين الأسعار شلون؟ أسعار زينة رشت على قبل يعني كان وقت داعش أسعار صاعدة. هسه السوق طريق انفتح مع الجوجلي بضاعة تجي يعني زين الأسعار. والله بس يوفرون المي ويفتحون الشوارع الطرق يعني شارعنا فتح شارع زور فتح حاليا بس بعد اكو حفر وبوالي مكسره طبعا الحياة شوية شوية يعني بدأت ترجع يعني فبس شوية تنفتح الشوارع تصير خدمات يعني الناس تبدي تجي أكثر يعني أنا حاليا عم فتح يعني بقية الأقسام هون عندنا تفتح ومحلات البزورة ما تفتح بس يبقى يعني بس شوية شوارع تنفتح حتى تصير حركة أزيد والحياة عاد ترجع تدريجيا يعني. زين أقبال المواطنين شلون؟ والله أقبال المواطنين يعني جيد بعد يعني هسه ما نقدر نحكم لان بس شويه ترجع الحياه بعد اكثر حتى يصير اقبال ازيد وازيد. بالنسبه للاسعار احنا اسعارنا يعني مثل ما كانت قبل يعني نفس هي. والله حاليا عوده الحياه يعني بالجانب الايسر يعني الحمد لله حاليا بدات ترجع شويه شويه بس نطلب يعني من المسؤولين بصوره عامه انه فتح الشوارع شويه لان يعني المدينه اختنقت على الناس يعني والحمد لله احنا حاليا منطقه الزهور نتبضع من هذا المول واللي يعني الحمد لله وشكر على كل حال يعني بس نطلب انه اهم شيء يعني فتح الشوارع والماء لان الماء جدا قليل يعني مناطقنا ما موجود الكهرباء ايضا ما موجوده يعني بس اهم شيء يعني اهم فقره انه حاليا بس يفتحون الشوارع حتى نقدر نروح ونجي لان نحس يعني بصعوبات وبمعاناه يعني بالروحه والجايه بسبب الشوارع. طبعا نشكر قناه الموصليه يعني لان هي دائما موجوده واثبتت ولائها يعني للموصل واثبتت بان فعلا هي القناه الوحيده اللي يعني دائما كانت موجوده بالموصل بمعاناتها وباي شيء ونشكر جميع الكادر. والله حاليا الاسعار ما يعني ماكو صعود يعني هي يعني بالنسبه لهذا الموقع التجاري الاسعار جيده جدا يعني ما بها صعود. زين الحركه بالشارع زينه؟ الحركه زينه يعني بالنسبه للناس بدات تروح تجي تطلع عادي يعني الناس حركه زينه يعني ما جيدة بس كبداية يعني زينة الحمد لله بس قلت لك مشكلتنا الأساسية حاليا هي أنه الشوارع مسدودة ومي ماكو يعني مي حلو نهائيا ماكو يعني عنعاني منه كثير. والله أتمنى ينتبهون على هاي المسألة يعني بالذات بالنسبة للمحافظ والسياسيين المحافظة كافي هاي فترة طويلة كانوا نايمين خلي يصحون عاد الساعة شوية خلي ينتبهون على هالناس هذه اللي الناس يعني تعبت فرد مرة يعني خلي ينتبهون التفاتة بسيطة كافي اللي راح عادي أنا. Thank you.
والله ليس بالزهور. شلون الوضع؟ والله الحمد لله، الحمد لله زين، احسن من قبل. احسن من قبل الحمد لله. الشوارع الحركه والله الحمد لله، بس الشوارع انه تفتح هاي الانقاض وما انقاض الشغلات اللي موجوده. اي والماي الكهرباء احتياجاتنا. الاسعار مال المواد والله الحمد لله زينه، كلها زينه ما شاء الله، والحركه رجعت طبيعيه مثل قبل واحسن ان شاء الله. شنو اللي محتاجينه حاليا يعني؟ والله هو ازمتنا المي. مي الشرب يعني؟ المي الشرب. اي المي الشرب لان كله بالبيار هسه وتعرف الوضعيه. اي بعد شنو احتياجاتكم؟ والله هي المواد الغذائيه اللي موجوده مثل ما يقولون من يساعدون العالم بالمواد الغذائيه، ناس ما عندها، تعبانه وضعيتها تعبانه. اي الوضع قبل يعني داعش وبعد داعش حسيت بفرق؟ وشلون اكو فرق كبير؟ مو فرق هواية طبعا. هواية طبعا الحمد لله. والله الحمد لله الحياة طبيعية ورايحين وجايين ونفوس طيبة وسيارات ومواد غذائية متوفرة وإن شاء الله. والله الحركة ما في شيء الحمد لله، والعالم على أشغاله رايحة ومفتحين جدد. أبي منطقة هسه؟ أنا منطقة يم دورة سيد جميلة. يم دورة سيد جميلة؟ أي نعم. شنو تطالبون؟ والله نطالب بأهم شيء، نطالب بس الماي. ماي شرب؟ ماي شرب بس الماي أهم شيء الشرب. أي والله. والله ما حد قاعدين بس على بياره ساعته حاليا. اسعار المواد الغذائيه؟ والله اسعار المواد الغذائيه الحمد لله مو ديك متوفره. اي متوفره الحمد لله. الطحين التمان كل شيء متوفر. الخضروات المخضر نعمه من الله، كلها كلها متوفره. والله الفرق بين ذيك الفتره راحت الله لا يرجعها، اي، وبين هالايام هذه؟ والله فرق كثير، يعني فرق، يعني كنا مقيدين. اي لا مدارس لا شغل لا عمل، هذا اي ما في. الحمد لله ساعتها نعمه من الله. شلون شفتوا قناه الموصليه بتغطيتها المعارك وتحرير جانب الايسر؟ والله الموصليه قدوتنا قدوتنا. اي سباقه بكل شيء يعني. اي والحمد لله. ما بالزور زور. شلون الحياه هسه؟
والله وجهة حياتها طبعاً شوية شوية الحمد لله وضع الأمنية زينة الحمد لله والله أنا عامل عادي اشتغل شنو ناقص بك هالسيف؟ والله بس الماء الكهرب الماء إذا أيام ماكو شوية على شوية تجي الحمد لله تطلعون تتمشون على الأسواق ماكو أي شيء أسعار زينة الحمد لله الحمد لله الشيء الموصلية أنا راح بقناة الموصلية احنا بمنطقة الزهور حاليا مطعم قرقور الأمور رجعت فول ما شاء الله قوات الأمنية بحضورهم ما شاء الله بخير احنا وسلم على أخوتي بذاك الجانب نقول لهم احنا بخير وإن شاء الله عن قريب أخوتكم فايتيكم إن شاء الله شو شفت قناة الموصلية والله بالمعارك شيء يعني ما ينوصل اي والله وقناة الموصلية خاصة بالكل احداث فيها موجودة يعني صندر الساعة 9 بنطمش على الاخبار ومع جزيل الشكر مواد كل شيء خير من الله مواد متوفرة اسعار بلاش خضرة الشكل كله متوفر بس الماي بس الماي ان شاء الله ماي الشرب ماكو ولا كل شيء اكو بس الماي نحن هلا عم نشتغل اكلات على الطريقه السوريه لفات كبس ايه بادي الامر من حي الجيش العراقي نحن وقناه الموصليه سباقه بكل الاوضاع والنعم منكم والله ايه نعم مطعم قرقور منطقه الزهور هي الزهور هذا كل الموصل تحررت مو بس الزهور جهود الابطال والله جهود الابطال قناه الموصليه ايه بس بدنا شغله واحده الله يخلي كل مي بس مي الشرب بس المي مي الشرب يعني كلهم بيقولوا عم يصلح المي عم يجي المي عايجي المي اجت بعض مناطق بس مناطق ما عاد اجت عنه الله يخليك ومن حي القاده الابطال الاسدي ومعن الساعدي عبد الوهاب ساعدي كلهم والله على راسي على راسي الخرطوم ما مشكله هسه الصحافه تطلع لنا بس تاريخ Thank you.
الموصلية؟ اليوم إن شاء الله. اليوم بتسعة؟ إن شاء الله. ثلاثة بلف يوسف، ثلاثة بلف. مترو ثمانية بلف، مترو ثمانية بلف. موصلية. أول شيء أحيي قناة الموصلية الفضائية. ثاني شيء نحن لسنا منطقة حي السكر قرب مستشفى الخنساء. السوق ما شاء الله عامر. ونبدأ أول شيء نريد من المسؤولين أن يزورون المناطق المحررة بالذات. ترى الناس فصلت من الجوع. الناس هلكانة خلص يعني ما صدقت من الله، خلصت من الدواعش اللي هلكت العالم هلك. يعني تعرفون الناس ما عدا رواتب، خاصة نص الموظفين. الموظفين مقطوع عنها الرواتب، هسه التدقيق وما تدقيق. نطلب من المسؤولين ان يمشون امور هسه الرواتب وبعدين يعملون تدقيق، اللي عنده شيء يسحبوه يجروه من اذنه يسحبوه. وثاني شيء اسلم على اهلي يعني من اهل سنجار اللي حاليا هم ساكنين بدهوك، واسلم على اهل الموصل عامه. وما شاء الله الاسواق بعد ترجع الحياه تدريجيا طبيعيه.
وشكرا. زين اسعار المواد الغذائيه شلون؟ والله الاسعار حيل حيل جدا يعني زينه، بس قلت لك الناس يعني ما عندها فلوس هذيش الامكانيه اللي تشتري، رواتب ماكو، يعني الناس تمام يعني تستقبل تشتري، وهذه لان الاسعار رخيصه. خلف الله على المتقاعدين اللي حيحركون السوق، ترى ها نحكي بصوره عامه. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك اخوي؟ حبيبي شو صحتك؟ انا هذا يسوق هذا. هاي حي سكه. شلون هاي الحياة هسه؟ والله الحمد لله. الحركة مالت السوق شلونها؟ والله شو تشوف انت زين الحمد لله. زينة؟ بدت الحياة ترجع؟ ان شاء الله. شنو احتياجاتكم؟ والله شريت بس الخدمات. مي شرب. ان شاء الله. وبعد؟ خدمات شوية. شلون اسعار المواد الغذائية؟ زينة مناسبة. زين بيش كيلو الطش؟ 2000. 2000 كيلو شنو؟ يا زيتون انا رايك؟ يابا كيف تخليك زيتون؟ اسود ومدبس. نفس الشيء. نفس الشيء. شكرا من هذا المراهم. اخوي نحن نعاني بس من النقص الماي، ماي ما اكوش ماي شرب. هاي الاوساخ العفو بالشارع فرد مرة، يعني على الواي بس يرجون ينظفون يشوفون الماي، يعني والله تعبنا. نحن حي البلديات. حي البلديات ايه والله علوا، بس يعني يجون يساعدونا يشوفون حالنا. اسيتي يعني جايه من البلديات للسوق؟ ايه جايه للسوق. الحمد لله ماكو شيء والحمد لله امان. لا 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 الحمد لله كل شيء ماكو شيء، والله يعني مكيفين، هو الله شاهد. ايه والله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كلش زين كلش زين الحمد لله كلش مليحه وزينه الحمد لله والشكر الحمد لله. والله بس الماي رجعونا الماي الماي اهم شيء الماي الماي الشرب. اي والله يعني ماي الابيار فرد مره يعني تعبنا منها، يعني على الماي البير ودحك على حالنا، يعني ما نعرف بالغسل الطبخ ما نعرف. اي والله هاي معاناتنا. الغاز متوفر؟ الغاز الغاز اي الحمد لله عدنا. 15 اي والله. ها 15 يعني الاهل موزع؟ لا لا يعني نشتري. تشتروه ب 15؟ اي ب 15000. اي والله. والغاز 17 ناخذ. ايش قد كم لتر؟ 20 لتر ب 17. يعني هسه انتم تشكون من غلاء الغاز والغاز. اي والله وعدم توفر مياه الشرب ان شاء الله. اي والله هي هاي ماي الشرب اهم شيء، يعني هذا كلها ما اريده بس اهم شيء الماي الشرب. اي والله وجزاك الله خير. مستمره الرحمه زين. الحركه بالسوق شلونها؟ شوي نزل اللوبه. شوف العالم فرحانه. شوي نزل اللوبه. اللي راح راح فدوى. نعم. كله يرجع واهم شيء العراق باقي. زين اسعار المواد الغذائيه شلونها؟ خير من الله كلها بلاش. هذا خير العراق كثير. زين احنا بيا منطقه هسه. هذا حي السكر. زين شو طالبون من الحكومه المحليه؟ والله بس خدمات والعافيه درجات. والشريف خليه يشتغل، والما عنده شغله خليه يطلع يجي غيره. شكرا جزيلا حبيبي. الله ينصركم. نحن بحي السكر. حي السكر. زين اشر الحركه تشوفوها بعد التحرير؟ والله الحركه بعد التحرير حركه جيده جدا، والناس حتتبضع وشوف يعني العالم فرحانه ومتستانسه يعني بالوضع. اللي الله خلصنا من هذول الدواعش اللي الانذال اللي لا خله ولا حرمه ولا رجال ولا شايب، وبهدلوا العالم بهدله بهالطرق هذه وتشوف الوضعيه انت. زين اسعار المواد الغذائيه شلون؟ كلش 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 جيده كلش جيده كلش جيده. ونشكر الجيش وقوات مكافحه الارهاب وكل اللي شاركوا بتحرير الموصل. زين شو طالبوا من الحكومه المحليه؟ والله نطالب من الحكومه المحليه ان شويه توفر لنا خدمات مثل الماي الكهرباء التبليط مال الشوارع، هذه تسهيل الامور العالم بس يعني. اشكركم رحم الله والديكم، واشكر قناه الموصليه انه السباقه على طول بهالجو يعني تفتار وتاخذ من العالم الاحاديث والهذي، ونشكرها شكر جزيل. شكرا على راسي. هلا بي. Thank you.
والله الحياة الحمد لله والشكر رجعت طبيعية مثل ما كانت، وكل شيء يعني كل شيء متوفر الحمد لله والشكر، وأهم شيء الأمان، الأمان لسه متوفر الحمد لله والشكر. والله الحركة ما شاء الله عامرة، الشغل زين الحمد لله. هذا حي السكر، حي السكر هي من المستشفى، مستشفى ورانا الصيف. لا وش اسمها؟ اللي يكون خنساء. لا الخنساء، الخنساء المواد الغذائية حبيبي. والله الحمد لله الحركة قوية حيل، والمواد الغذائية قانيت الطحين ما ادري 24 23 الف يعني رخيص الحمد لله وشكرا. اي الحمد لله وشكرا. رجعت الحياه مثل ما كانت. والله الاجهزه من 100 وصعد لي 500 دولار 600 دولار موجود. الماي الحمد لله الواي وفروا لنا الماي والكهرب. ماي شرب؟ هو اهم شيء ماي شرب موجود هسه. عندنا ماي بير الحمد لله، ماي البير موجود بس الماي شرب ماكو والله صراحه. السلام عليكم. هلا هلا مرحبا يا ميت. مرحبا على السلامه. الله يسلمكم. انا بالبلديات، هاي حي السكر. انا من البلديات. انا جيت من البلديات. الوضع طبيعي الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. والله السوق كله زين الحمد لله. اي والله فضل من الله. اي والله اكو فرق بين ذيك الايام. كل شيء اكو فرق كثير كثير ما شوي يعني زينه كثير كثير الحمد لله. ما عندكم مشاكل؟ لا 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 ما بس خدمات خدمات المي يعني بس نريد المي. المي اهم شيء. المي اهم شيء هو المي. صار لنا شهرين من بدايه العمليه يعني ضروري للانسان يعني ضروري حياته، وان شاء الله يرجع المي. ترجع لهم الحمد لله واحنا بخير. هسه احنا بخير وان شاء الله قرايبنا واهلنا بخير ما يتضرروا ويخلصون من داعش. زين اسعار المواد الغذائيه شلونها؟ اسعار المواد هسه اسعار المواد هسه حيل زينه بس وقت داعش اسعار المواد زين. المواد الغذائيه متوفره هسه؟ متوفره ما شاء الله. كان ب 35 ب 40 صار 13 ب 13. الغاز كان ب 35 ب 40 وقت الحصار وصل تقريبا 100 الف كبه من الغاز هسه ب 12 13 والغاز تقريبا 50 كله متوفر ما شاء الله. بس اهم شيء المي. نشكر الموصليه على اشياءها على التغطيه العامه يعني الموصليه فاقت باقه كل الـ يعني الاذاعات والهذا. ونشكره من الاستاذ غازي يعني. اي والله نشكره ونسلم على اهلنا بذاك الجانب. نسال الله ان يكون يخفف عنهم. اللهم امين. اي والله نسال الله ان يخفف عنهم ان شاء الله. شكرا جزيلا. ومنوني منكم نشكركم. شكرا. لا 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 منا هيك قبل قبل.